السلام عليكم، معكم ندى بامو، مسير شركة بكامارا، المواد جميل ومواد شبه طبية. كنرحب بكم وكنوجه لكم تحية خالصة من هذا المنبر هذا. واليوم بمناسبة 8 مارس اللي كنستضيفوا فيه اليوم العالمي للمرأة، وخا المرأة هي دائما اش غنقول لكم هي دائما لب الحياة، ولكن اليوم كنستضيفوا عيد المرأة، بغينا نحتفلوا مجموعين ومعكم بطبيعة الحال. داكشي علاش حنايا خدينا هذا النهار وقلنا علاش لا ما نحتفلوش معكم. واليوم العالمي اللي هو اش غنقول لكم، ما عرفش باش غادي نوصف لكم هذا النهار هذا، ولكن في هذا النهار بغيت نقول لجميع نساء العالم والمغرب خاصة كنهنيكم وكنقدم لكم باقة من الورد بمناسبة هذا النهار وجميع أيام. الحمد لله راكم قدوة وراكم نساء حربيات، نساء شجاعات، نساء اللي قدوات، والمرأة راه قدوة وقادة. وتحية لكم وشكرا. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيدوز كل عام في 8 مارس، كنقدم التحية لجميع الأمهات وجميع ربات البيوت والعاملات الصبارات، وتنقدم لهم تحية من هذا المنبر، وكنقول لهم كل عام وانتن أجمل وانتن أحلى. التحية ديالي للأم ديالي الأستاذة الفنون التشكيلية مطيب لطيفة من هذا المنبر، وكنقول لها شكرا بزاف على أي حاجة درتيها لنا في حياتنا، قدمتها للأسرة ديالنا وعلى الصبر والكفاح ديالها. وتا بالنسبة للتلاميذ اللي قرات، يعني راه معروفة بحسن السيرة ديالها وبكل شيء، تنقول لها عيد مرأة سعيد وتنبغيك بزاف. سبت عيد المرأة كنقدم تحية لجميع الأمهات، جميع العيالات وبنات وكل شيء، ونهاركم مبروك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.